مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة رانيا يوسف، وهنشوف انهيار رانيا يوسف بعد مقلب رامز جلال وبعد هجوم الجمهور عليها وانتقاده ليها بسبب لبسها في الحلقة، ورامز جلال بيرد عليها برد صادم. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. وقعت الفنانة رانيا يوسف ضحية الحلقة السابعة من برنامج المقالب رامز موفي ستار اللي بيقدمه الفنان رامز جلال على قناة ام بي سي مصر. وجه رد فعل رانيا يوسف بعد اكتشاف مقلب رامز بالضرب على رامز جلال، وقالت رانيا لرامز: يخرب بيتك، حرام عليك، انا كنت هموت وعندي فوبيا من الزواحف. وفضلت رانيا يوسف تغني اغنية رامز وقالت فيها: رامز جلال نجم اليوتيوب، ده مخه راكب بالشقلوب. وشاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها على موقع انستجرام بالتعليق على حلقتها مع رامز جلال، ونشرت رانيا صورة ليها مع رامز وعلقت عليها وقالت: أنا بقيت واحدة تانية بعد الحلقة، شكرا يا رامز، رامز موفي ستار. وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة بأموشن ضحك ومبتسم وبأموشن قلوب. وعلق الفنان رامز جلال بعد كده على حسابه الرسمي بموقع تويتر على الحلقة بتاعت النهاردة من برنامج رامز موفي ستار واللي كانت ضحيتها الفنانة رانيا يوسف، ونشر رامز صورة بتجمعه برانيا وعلق عليها وقال: رانيا بقت واحدة تانية، رانيا يوسف في برنامج رامز موفي ستار. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكايتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا علشان يوصل لك كل جديد على قناة حكايات النجوم.